طريق نفسك وبقصر البدل مع فتح ذوات المياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم درجات عند الله والله بصير. والله بصير. والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم. إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أن إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابنائهن